طيب تعالوا بقى نعمل الجوز بتاعنا او المشروب بتاعنا، تينشوكي مع مانجا، طعمه حلو قوي ولذيذ، ومعانا هنا تلج. خلاص سكر لا، المانجا الايام دي كمان ابتدت تبقى احلى من الاسبوع اللي فات، عايزه اقول لكم مسكره وجميله جدا. بس احنا هنكتر في التين الشوكي، يعني المانجا ممكن نحط حبه صغيرين، التين الشوكي تبقى اكتر. ممكن نزود على ده ايس كريم لو عندنا، وممكن نحط تين شوكي وايس كريم مانجا. خلاص براحته خالص، هحاول ما احطش ميه. خلاص انا مش هشيل البذر، عايزين تشيلوا البذر صفوه وشيلوا البذر. خلاص انا بحب البذر، حاول اعمله سموذي عشان كده هعمل التلج لوحده. شوية كده عشان حاسة ايه